بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جولة جديدة في سوق الحد فوكالة البلح. احنا دلوقتي هندخل في مدخل تاني خالص غير اللي احنا متعودين ندخل منه من ناحية الكورنيش. زي ما انتم شايفين اللي قدامكم ده فندق ماريوت، دي العلامة البارزة الوحيدة اللي هعرفكم منها ازاي تدخلوا الدخلة دي. بصوا قدامنا السور ده في فتحة هي على الجنب، هندخل منها وهنمشي يمين على طول. بصوا في دخلة صغيرة اهي، انتوا مش هتنزلوا الحتة اللي انا بنزل فيها دايما اللي هي دخلة الكورنيش، لا احنا هننزل قدام شوية، هتنزلوا بعدها بشوية بعد طلعة الكوبري كمان. هندخل بقى من الشارع الصغير ده كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى ابتدى السوق اهو قدامنا، والفرش هتلاقوه كتير بقى والناس شغالة. للأسف بره ما كانش فيه اي شغل خالص ولا في اي فرش. انا نزلت عند الشارع اللي متعوده انزل عنده دايما وبصوره لكم دايما، ما لقيتش اي حد فارش خالص للاسف، ولا حد رايح ولا حد جاي نهائي. وكانت الساعه 8 تقريبا، وهعرفكم ايه السبب. بصوا بقى زي ما انتم شايفين، اول حاجه شفتها لقيت عم رمضان عنده حاجات تخص المصايف، فكنتوا سالتوني عن مايوهات وسالتوني عن حاجات تخص المصايف، فقلت برضو تاخدوا فكره عنها. كان في عنده الفيستات اللي انتوا شفتوها دي وكان سعرها 50 جنيه. بصوا النظارات اسعارها 35 و50 و60 جنيه، ده بالنسبه للسيليكون اللي هي ب 60 جنيه، البنيهات ب 35، النظاره دي برضو ب 50. طبعا حاجات لاولادنا بنحب نستعملها دايما، والنظارات سعرها حلو جدا. يعني انا فاكره النظاره السيليكون دي كانت ب 120 جنيه، يعني هنا سعرها حلو قوي. وعنده كمان مايوهات ولادي ب 30 جنيه. عم رمضان فاتح في سرايا القبة على ما اعتقد، موجود الحد ده والحد الجاي بس، بعد كده هيسافر اسكندرية عشان هيشتغل هناك، فهو موجود لحد الاسبوع الجاي. بصوا بقى احنا هنكمل في الشارع زي ما احنا على طول، هنكمل على طول، لا هندخل لا يمين ولا شمال. هوريكم اول حاجة اسامة بتاع الجزم المستوردة اللي سألتوني عليه دايما هو قاعد فين، هوريكم مكانه بالظبط. الشارع اللي احنا دخلناه الصغير ده دخلنا على الشارع الواسع اللي انتوا شايفينه ده، وهوريكم دلوقتي أسامة فارش فين. وكمان هنكمل في الشارع ده عشان أعرفكم فرش الفنادق موجود فين، المفروشات بتاعت الفنادق الستاير وللحفة والحاجات دي هوريها لكم برضو مكانها فين، بس تابعوا الفيديو للآخر لأن في حاجات حلوة جدا هتعجبكم. دي فرشة اكسسوارات، كان في برضو ناس سألوني على الاكسسوارات برضو طول ما انت ماشي هتلاقي. دي فرشة أسامة يا جماعة بتاع الكوتشيهات البراندات اللي هي ممكن لو انت خدتيها ولبستيها مرة واثنين وثلاثة وزهقتي منها وعايزة تبيعيها هترجعها له تاني وهتاخدي تمنها. وكنت سألتوني عنه، بس كنت بتقولي لي حاجاته غالية، هي فعلا حاجاته غالية، بس هو أكيد متأكد إن حاجته تستاهل. يعني هنكمل بقى في الشارع. طبعا انتوا عارفين عاشق عبد الحليم قاعد برضو نفس القعده ومن الصبح بدري وبيسمع عبد الحليم حافظ، ربنا يروق باله يا رب. احنا بقى هنكمل في الشارع ده لحد اخره كده عشان نوصل للشارع اللي فيه مفروشات الفنادق اللي انتوا طلبتوه مني. كملوا معايا عشان تعرفوا هتوصلوا له ازاي، ويا رب يكون الشرح واضح. بصوا السجاد اللي بيتشال ده متاخد من عند احمد بتاع السجاد اللي هو سجاد ايكيا، تمام؟ هو كذا سجاده يعني، هو حط معظمهم في العربيه ودي كمان بيحطها. هنكمل بقى مع بعض. احنا بقى الشارع ده لو تفتكروا في مدرستين، مدرسة النيل هم، ومش فاكرة المدرسة التانية ايه، هما الاتنين تابعين للبنك الاهلي. طبعا بقى هنا مفيش فروشات خالص عشان المدرستين دول ما بيبقاش في اي فرش خالص طول ما في دراسة. بصوا ادي مدرسة وهوريكم كمان التانية. يبقى احنا دخلنا من الشارع من الفتحة اللي قدام فندق الماريوت، دخلنا الفتحة دي ومشينا يمين ودخلنا ولفينا مع لفة الشارع ودخلنا لقينا الفرش موجود. وهناخد الشارع ده على طول، مش هندخل لا يمين ولا شمال، احنا مكملين على طول لحد ما وصلنا كده للمدارس. كمان هوريكم الفرشة بتاعت هدير اللي فيها العبايات الخليجي وفيها برفانات وفيها حاجات أصلية، هتشوفوها برضو معايا، حاجات حلوة جدا هتعجبكم. بصوا هنا برضو في ستاير وفي مفروشات كتير، وطبعا في ستاندات، هتلاقوا حاجات كتير قوي طول ما انتوا بقى ماشيين هنا. هو ده السوق بقى يا جماعه، الناس فرشه هنا، الاماكن دي كلها بتبقى ورش او اماكن محلات لبيع قطع غيار السيارات ومش شغاله يوم الاحد. بصوا دول برضو عبايات خليجي، بيبيعوا عبايات خليجي. بصوا العبايات السمراء اللي فوق دي بتاعت هدير،
خلاص احنا برضو مكملين في الشارع. بصوا في شارع على الشمال ومش هتدخله، احنا هنكمل على طول، هتكملي على طول مش هتخش لا يمين ولا شمال. تمام، على فكرة هرجع تاني لهدير وهصور لكم عندها الحاجات اللي عندها، بس انا حبيت اقول لكم ان هي موجودة في نص الطريق خلاص، عشان لما نرجع ليها تعرفوا هي كان مكانها فين. هنكمل بقى مع بعض، اهو واخدين الشارع كله زي ما احنا، ما دخلناش لا يمين ولا شمال، زي ما احنا في الشارع على طول. هنا بقى هندخل الشارع يمين، هنكسر يمين اهو، ده اول يمين. مش اول يمين، هو اول يمين بعد هدير. تمام، هنكمل على طول، بس هو يعتبر تاني يمين هندخله عشان نشوف مفروشات الفنادق. بصوا مكملين اهو، يا رب يكون الشرح واضح وتستفيدوا منه يا رب. هنا بقى هنلاقي الفرشة بتاعت هاني اهي، زي ما انتوا شايفين كده، عنده الحفة وعنده الخدديات. بصوا بقى اللي قدامنا ده، ده مفرش او ملاية سرير، هو يعني ينفع مفرش سرير وينفع ملاية سرير. اما الناس اللي واقفة بتشتري، هوريكم برضو شكله، هفرده لكم. بصوا اللي لونه ابيض ده، هو ليه كذا لون وما شاء الله حجمه كبير مش صغير اهو، وهفرده قدامكم وهتشوفوه. على فكرة القطعة دي بخمسين جنيه وهي كبيرة، وقال لي ده مفرش سرير او ملاية سرير، يعني اتعاملي معاه على اي حاجة. وسعره 50 جنيه، ومقاسه ما شاء الله كبير جدا. الناس اللي واقفة دي بقى بتاخده بتعمله فرش انتريه، بتعمله مفارش، بتقطعه، بتعمله كياس خدديات، يعني بتعمل منه كذا حاجة. بصوا مساحته قد ايه، حجمه قد ايه، بصوا ما شاء الله المفرش كبير او الملاية كبيرة جدا ما شاء الله، وتقيلة يعني نوعيتها كمان تقيلة، والناس واقفة كتير قوي بتاخد منها. دي الستاير بتاعته ب 150 جنيه، ستارة 3 في 3 وجاهزة على التركيب على طول، وكلها شكلها زي ما انتم شايفين كده مزهزهة كده والوانها حلوة. الحاجات دي لسه جاية له، دي طلبيات الفنادق اللي بتجيله، فهو الحاجات دي كلها لسه نازلة عنده جديد. فزي ما انتم شايفين كده كتير ما شاء الله، وكله بيخلص عنده على طول، يعني مش الحاجات دي ما بتطولش عنده كتير. وزي ما قلت لكم قبل كده، في ناس بتاخد من عنده وبتشتغل اونلاين، بتبيع الحاجات دي اونلاين وكتير يعني. بصوا كمان الفوطه اللي قدامنا دي او البشكير ده ب 75 جنيه، ده بشكير ب 75 جنيه. دي بقى الكفر اللي بيتحط على الركن، وده كفر مرتبه، ده كفر مرتبه مقاسها متر، سعره 75 جنيه وحلو جدا، ما فيهوش بقعه، ما فيهوش خدش، ما فيهوش اي دفو، ممتاز. وقطن كمان، يعني هتحطيه وهتفرشي عليه الملايه بتاعتك هتبقى ثابته جدا. ده كمان الكفر بتاع الركن اللي قلت لكم عليه، ده شغال وش وظهر، يعني ممكن تفرشيه على وشه ممكن تفرشيه على ظهره، بيشتغل على الناحيتين يعني. وكان سعر الواحده 35 جنيه تمام، وهي تقريبا اللون ده بس اللي موجود منه. في حاجة تانية برضه هوريها لكم، بس سعرها أقل من ال 35 جنيه، بتتفرش على وش واحد بس. وفي طبعا عنده الستاير البلاك أوت، وسعرها 150 جنيه برضه الستارة. بصوا دي كمان كفر للركنة، ودي اللي بتبقى على وش واحد بس مش على الوشين، وسعرها 25 جنيه. وهوريكم طولها دلوقتي، وهوريكم لون كمان تاني منها اهي، دي لون تاني وبرضه بتبقى بتتفرش على وش واحد وسعرها 25 جنيه. ده هبصوا طويلة ازاي، يعني ممكن لو الكنبة عندك صغيرة تقسميها. ده بقى كفر لكنبة، يعني للكنبة ولظهرها، يعني بتحطي جزء على الكنبة والجزء التاني على الظهر وبتربطيه، بيبقى فيه رباطين كده بيتربطوا مع بعض. هنكمل بقى زي ما انتوا شايفين كده، الشارع كله هتلاقوه ستاير وفوط، في كمان ناس قاعدة بملايات، هتلاقوا حاجات كتير قوي طول ما انتوا ماشيين تخص الأقمشة. هنا الستارة دي كان سعرها 25 جنيه، جاهزة برضو على التركيب،
وطبعا انت بتقلبي فيها عشان لو فيها قطع ولا حاجة تاخدي بالك من الحاجات دي. وهنا برضو البلاك اوت كان سعر المتر فيها 25 جنيه، دي مش جاهزة، دي بتتباع بالمتر، المتر فيها ب25 جنيه، بس انا شايفة يعني الجاهزة احلى واوفر وهتوفر عليكي كتير. لو نفس المقاس، انا قلت لكم مقاسها 3×3، لو المقاس ده مناسب ليكي فتجيبيها جاهزة افضل ما تجيبي قماش وتفصلي. بصوا بقى طول ما انتم ماشيين هتلاقوا في كمان مفارش، في دفايات، فوط، الكفرات بتاعة الركن، كل الحاجات دي موجودة كتير. الفوطة هنا ب25 جنيه، اللي هي الفوطة الصغيرة دي، ودي سعرها ثابت هناك على طول 25 جنيه. ده الشارع اللي فيه مفروشات الفنادق. في شارع تاني برضو واحنا رايحين على ام عصام هوريه لكم برضو، هنروح فيه بعد ما نخلص مع هدير. القماشة دي المتر فيها كان ب20 جنيه. بعد ما نخلص مع هدير هوريكم برضو في مكان تاني في مفروشات للفنادق هنشوفه مع بعض. في اكياس الخداديات دي كانت ب10 جنيه، اهي اي كيس من ده ب10 جنيه. وده اكياس برضو للخداديات وبرضو سعرها 10 جنيه. في عنده بقى خداديات اهي جاهزة اهي موجودة عنده ب35 جنيه، وفي المساند دي الواحد ب100 جنيه. هنكمل بقى مع بعض. بصوا الاستاند ده كان عليه جلاليب بيتي سعرها 65 جنيه، برضو قلت اديكم فكرة عنها زي ما انتم شايفين كده. بالنسبة بقى لموضوع الوكالة فاضية ليه الصبح مفيش فيها حد خالص ولا بياع كان قاعد في الشارع اللي احنا بندخله من ناحية الكورنيش، للأسف الحكومة كانت منع أي حد يقعد بسبب قمر. يعني هي دي المفاجأة اللي أنا اتفاجئت بيها وعرفتها من جوه، يعني من الشوارع اللي هي الصغيرة دي مش من بره. ولما طلعت بره على الشارع بره اتأكدت أكتر إن الدنيا دي مقفولة خالص، والبياعين بصراحة كانوا يعني حالتهم صعبة قوي عشان مش عارفين يشتغلوا بسبب قمر، لأن قمر اللي سمعته إن هم قفلوا لها المحل بتاعها وهي الحكومة طلباها. طلبها ليه لعدة أسباب، بس الأول هنشوف هدير وبعدين نكمل. دي هدير اللي عندها العبايات الخليجي، احنا رجعنا لها تاني بعد ما وريتكم الشارع اللي فيه مفروشات الفنادق، رجعنا ليها تاني. كانوا ناس سألوني العبايات دي مفيش منها مقاسات صغيرة، عندها مقاسات صغيرة مش كل اللي عندها مقاسات كبيرة، عندها ده وعندها ده. أنا كنت نزلت لكم رقم تليفونها قبل كده، لو عايزين رقمها تاني اكتبوا لي في الكومنتات وهبعت لكم الرقم بتاعها. عندها طبعا زي ما انتم شايفين كده عندها العبايات السمراء وعندها كمان عبايات الوان. بصوا بقى هوريكم التشكيله اللي موجوده عندها، ودي سعرها 200 او 250، ما بين 200 وما بين 250. دي كمان اهي، يعني لو عايزين حاجات مقاسات صغيره، عايزين حاجات مقاسات كبيره، كل حاجه كل المقاسات موجوده عندها. وما شاء الله عندها شغل كتير، يعني مش اللي انا اللي هوريه لكم ده بس، لا في حاجات تانية كتير عندها. لما هتروحوا ان شاء الله هتشوفوها. طبعا بالاضافه للحاجات اللي متعلقه، بالاضافه لان عندها سواريهات وعندها كمان فساتين زفاف. وهعرفكم برضو اسعارها ايه. زي ما انتم شايفين كده العبايات كلها بالتيكت، يعني جديده ما اتلبستش. دي الشغل بتاعها كان على الكم بس. هنا بقى عندها البرفانات، عندها شويه الحاجات الحلوه دي، عندها الساعات هنا في ساعه حريمي ب350 جنيه، عندها برفان سي كان سعره 250 جنيه. وفي طبعا انا لما لقيت الازازه كده من غير علبه فسبتها بسالها على العلب قالت لي موجوده، اخدت العلبه كان في عندها علبه ولقيتها متبرشمه، طلعت الكيو ار
لقيت في سيريال نمبر على العلبة، كشفت عنها بصراحة طلعت اوريجينال بأمانة، يعني انا مش عايزة احلف لكم، بس فعلا انا كشفت عنها وقفت التصوير وكشفت عنها اهو، ولقيتها فعلا مظبوطة والعلبة متبرشمة. تمام، برضو لازم انت لما تروحي تشتري تتأكدي من الموضوع ده، مش هتخسري اي حاجة. في بص قدامكم السواريهات، عندها السواريهات ب 200 جنيه، وفي ب 250، دي مجموعة السواريهات اللي موجودة عندها، وفي كمان عندها فساتين زفاف 500 جنيه سعرها، وكل مرة بتنزل فيها يعني كل حد بروح لها بلاقي فستان مختلف عن اللي قبله بالنسبة لفساتين الزفاف. بصوا حاجات كتيرة جدا متعلقة، وفي حاجات كتير موجودة عندها، وفي مامتها كمان قاعدة جنبها وبرضو معاها شغل تاني، فما شاء الله يعني شغلها حلو جدا، وبيجي لها ناس مخصوص تاخد من عندها، وبصراحة أنا بحب أروح أتفرج على حاجتها. دي بالنسبة لفرشة هدير يوم الحد، وزي ما انتوا شفتوا كده في طريقنا واحنا رايحين لمفروشات الفنادق، ده الشارع اللي جنبها على طول بقى انا دخلته، والشارع ده بيوصلنا لأم عصام، والشارع ده طول ما انت ماشية فيه هتلاقي فيه فروشات برضو، وهتلاقي فيه مفروشات الفنادق، وهتلاقي فيها ستاير. بصوا الشارع زي ما انتوا شايفين كده يمين وشمال فيه فروشات وفيه ستاندات، وهتلاقوا كمان اهو الستاير اهي اللي انتوا كنتوا بتسألوني عليها موجودة اهي، دي الستاير اللي ب 50 جنيه يا جماعة، الستاير الخفيفة اللي جاهزة على التركيب، وفي كمان بلاك اوت، وفي الحفا فايبر، يعني هتلاقوا حاجات كتير قوي. هندخل هنا بقى على ام عصام عشان نشوف ايه الاخبار عندها، واحنا بقى بنشوف كده واحنا ماشيين بنشوف الحاجات اللي موجوده عند ام عصام. هنرجع تاني لموضوع القلق اللي كان موجود الصبح في الوكاله، وكان سبب القلق ده قمر، قالوا ان الحكومه منعت اي حد يقعد عشان بيدوروا على قمر، وقمر كانت قافله النهارده، وهوريكم المحل بتاعها في الفيديو النهارده. هو ليه هو كان فاتح ولا لا، هو فعلا كان قافل، ورحت لحد هناك ولقيته فعلا قافل، ولما سألت الناس اللي هناك قالوا لي ما نعرفش هي قافله ليه، شكلها مريحه النهارده. ده بالنسبه للمحلات اللي جنبها. اما بقى بالنسبه لكل اللي في الوكاله، عارفين ان الحكومه بتدور عليها، وعارفين ان في ناس قالوا ان في شكاوى اتقدمت عندها، ان في ناس خدوا من عندها منتجات وبوظت لهم وشهم فقدموا فيها بلاغ. في ناس تانية قالت لي ان في واحدة اشترت من عندها منتجات، واللي اشترت دي دكتورة وعملت تحاليل حللت الحاجات اللي عندها، وعرفت ان الحاجات دي بتسبب امراض سرطانية والعياذ بالله، ربنا يكفينا الشر جميعا يا رب. فتقدمت ببلاغ ضدها، ده الكلام اللي داير في الوكاله. فلما انا سمعت، انا على فكره انا سمعت الكلام ده من الشوارع اللي انا فيها دي، مش الشوارع الصغيره دي، يعني من 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 جوه الوكاله خالص، مش من بره، مش من المكان اللي هي قاعده فيه. بصوا الموضوع مسمع لحد فين. فلما سمعت كده قلت طب اروح بقى ابص عليها اشوفها فعلا موجوده ولا مش موجوده. وللاسف كل الكلام اللي كان سائد ان القلق اللي حاصل، والناس ما كانوش عايزينهم يفرشوا النهارده، وما خلوهمش فعلا يفرشوا بسبب ان هما بيدوروا على قمر. في الاخر طلع ان الحاجات اللي عند قمر لا هي اصليه ولا هي صالحه للاستعمال، دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها، وان في ناس اتضررت من استخدام الحاجات دي. ده اللي انا سمعته، الناس زعلانه جدا، البياعين طبعا متضايقين، يمكن انا ما سمعتش كلمه حلوه خالص في حقها، كله زعلان كله متضايق، ان هم طبعا حالهم وقف النهارده بسببها. بس زي ما قلت لكم، يعني انا لما عرضت لكم حاجتها قلت لكم اتاكدوا بنفسكم، الاسعار مش اسعار حاجات اوريجينال، خصوصا البرفانات 70 جنيه مش سعر برفان اوريجينال خالص. وانا كشفت عن السبراي بتاعها، كانت بتبيع سبراي ب 50 جنيه، انا كشفت عنه لقيته ملوش اي وجود اساسا. برضو كمان سمعت ان هم بيقولوا ان هي خسرت شركات كبيرة عشان بتبيع منتجاتهم باسعار رخيصة، وهي فعلا لما تبيع منتجات، طبعا انتوا عارفين هي طلعت ترند، ومفيش حد دلوقتي ما بيتكلمش عن قمر وعن منتجات قمر، وعن سواء بقى كان اللي بيتريق او اللي بيتنمر او اللي بيشكر في حاجتها او اللي بيقول ان حاجتها مش حلوه،
ايا كان مين اللي بيتكلم، بس هي طلعت ترند والناس كلها بتتكلم عنها. فابتدى المنتجات اللي عندها تظهر كتير، وطبعا دي حاجات براندات وشركات كبيرة مش صغيرة وليها اسمها، فممكن يكون الشركات دي ليها يد في اللي حصل، والله اعلم. كل دي تخمينات، وانا سمعت كلام كتير كتير النهاردة. بس المهم ان قمر محلها اتقفل. في كلام كتير ان الحكومة بتدور عليها. يوم الجمعة زي ما قلت لكم انا رحت لها ما لقيتهاش، لقيت مامتها اللي واقفة وواحدة مشغلينها كانت برضو واقفة معاها، وبس قمر ما ظهرتش يوم الجمعة. طبعا انتوا عارفين يوم الحد ده ما ينفعش حد يقفل يوم الحد، يوم الحد ده سوق ولازم تبقى شغالة، خصوصا يعني وانا رايحة اشوف المحل بتاعها الناس رايحة جاية بيسألوا عليها، البنات رايحين جايين يسألوا عليها، ايه ده هي فين محل قمر؟ مش محل قمر هنا؟ لا يا جماعة قافلة، مش موجودة النهاردة. فصعب جدا ان هي تضحي بيوم مهم جدا زي ده. دي حكاية قمر، وهنكمل بقى لما نروح لها. بصوا بقى، دي المكرونة دي بالشوفان، مكرونة للدايت، الكيس ب10 جنيه والاتنين ب15. وبرضو كان تاريخ الصلاحية بتهيألي كان فاضل فيها شهر على ما أعتقد، يعني على ما أعتقد. فالحاجات دي على طول تجيبوها وتستعملوها يعني عشان الدنيا ما تبص، ده لو هتجيبوها يعني. طبعا انتوا عارفين بعد أم عصام بيبقى موجود محمد ومحمد الاتنين قصاد بعض، تمام. محمد اهو بصوا الشوكولاتات والبسكوتات والجبن اللانشوهات والجبن اسمها ايه الفلامنك، وعنده الجودة. في كمان لسه عنده مكسرات من بتاعة رمضان، والاسعار تقريبا زي ما هي، اللوز 160، عين الجمل 160 برضو على ما اعتقد، او 180 مش متذكرة بالظبط، وقال لي اسعارهم بس بصراحة مش فاكراها، بس هي نفس الاسعار بتاعت رمضان. حتى انا قلت له يعني نفس الاسعار بتاعت رمضان، مش تنزلها شويه يعني خلاص رمضان خلص؟ فقال لي لا المكسرات اسعارها ثابته ما بتنزلش، بس انتوا عارفين يمكن هي عشان طازه سعرها ما بينزلش، لكن مجرد ما هتركن شويه سعرها هينزل. ودي مجموعه الشوكولاتات والبسكوتات اللي موجوده عنده، وده الشارع اللي فيه ام عصام. وكده انا خدت لكم الجنب ده كله، مفروشات الفنادق، هدير، أم عصام، ومحمد بتاع البقالة، واللي عنده كمان المكسرات. هنروح بقى هنكمل وهندخل دلوقتي محل هتشوفوه. بصوا هنا برضو دي اللي فرشة اللي قدام محمد برضو بيبقى فيها بقالة برضو. بصوا عنده معلبات وعنده حاجات كتير، بس طبعا كان في عنده ناس فمعرفتش أسأل عن أي حاجة في الأسعار اللي موجودة. بصوا بقى وأنا ماشية، المحل ده اسمه محمد القطاوي أو أحمد القطاوي، بصوا الحرف الأولاني مش باين. المهم إن أنا المحل ده كان طالب مني في الشتاء إن أنا أصور عنده، بس طبعا إحنا كنا في نهاية الشتاء، فما كانش يعني كان خلاص الصيفي بينزل، فما كنتش طالبة قوي إن أنا أصور عنده، فما صورتش عنده بصراحة. فالنهاردة دخلت أصور عنده عشان في عنده مايوهات، فهو كان معاه زباين، فقلت اصور لكم كام حاجه بما انه هو عنده استعداد ان انا اصور، يعني هو كان طالب مني. فدخلت ابتديت اتفرج على البلوزات واصورها لكم، زي ما انتم شايفين كده. على فكره سعر البلوزه 120 جنيه، وهو قال لي يعني الولد اللي قال لي ب120 وممكن تاخديها ب100. فقلبت في البلوزات زي ما انتم شايفين كده وصورتها لكم، وكلها بالتيكت بتاعها جديده، يعني هي ب120 جنيه وممكن يحسبها لك ب100 جنيه. قلبت فيها ولقيت بقى في عنده مايوهات، فقلت اصور لكم كمان المايوهات عشان الناس اللي سالوني على المايوهات وعلى اسعارها. بس وانا بصور بقى قال لي لا لو سمحتي ما تصوريش. لما دخلت بقى اصور المايوهات وكده قال لي لا لو سمحتي ما تصوريش. فقلت له ليه ما صورش ليه؟ انتوا كنتوا طلبتوا مني قبل كده صور. قال لي لا اصل احنا في قناه بتصور معانا ومتابعه معانا ما ينفعش حد تاني يصور غيرها. قلت له ايه المشكله يعني في قناه صورت وقناه تانيه، ايه المشكله يعني ان يبقى اكتر من قناه تعمل له؟ لا 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 عشان الاسعار ومش الاسعار والاسعار اللي احنا قلنا لك عليها ما تقوليهاش عشان ما يحصلش غلط، يعني كلام كده بصراحه يعني ما عجبنيش
ومش عارفة ايه الحكمة يعني. لو انتوا فاهمين فهموني، لان انا ما فهمتش حاجة. طب ما الاسعار اللي انت قلتها لي، ما انت بتقولها لاي حد بيدخل، ما فيش يعني ما فيش اي اختلاف، انا مش شايفة اختلاف. اللي انت قلته لي بتقوله لكل اللي دخلوا، بس مش عارفة ايه السبب بصراحة. المهم ان هو متعاقد مع قناة هي بس اللي بتصور، مش مسموح لحد تاني يصور عندهم. وطبعا دي حرية شخصية، هم حرين. بس انا قلت برضو اوريكم المايوهات. المايوهات عنده سعرها اللي انتوا شايفينها دي ب 200 جنيه، وفي مايوهات الاطفال ب 150 جنيه. ما عندوش بوركيني عشان تبقوا عارفين، بوركيني ما فيش، و يعني مش هتلاقوها كتير في الوكالة. البوركيني مش هتلاقوه كتير في الوكالة، لانه انتوا عارفين الحاجات دي بتيجي من بره مش بتاعتنا يعني. ف انتوا عارفين بره ما فيش حاجه اسمها بوركيني عندهم، ف نادر قوي لما هتلاقوا الحاجات دي، واللي لقيتوها هتلاقوها متصنعه هنا. دي كمان مايوهات اهي، دي ب 150 بتاعت اطفال. انا المفروض كنت اشيل المقطع ده خالص وما نزلوش، بس برضو عشان سألتوني على المايوهات. على فكرة المحل ده موجود جنب أم عصام على طول، يعني لازق في أم عصام، عشان برضو لو حبيتوا تشتروا مايوهات أنا يهمني إن أنتوا تعرفوا المكان، علشان لو حابين تنزلوا تشتروا حاجة يبقى عارفين أنتوا رايحين فين. فبرضو قلت من باب العلم بالشيء. طبعا دي مش حاجة حكرة على حد، لازم تعرفوا أنتوا رايحين فين وبتجيبوا إيه. خلصنا كده عند القطاوي، هو مش عارفه قال لي قطاوي او قال لي حد اسم تاني بس والله مش فاكراه. بصوا بقى ده عند قمر. انا بقى خلصت الدنيا دي هناك وجيت على قمر. طبعا في تكمله حاجات صورتها هناك هكملها لكم ان شاء الله في الجوله في الفيديو اللي جاي، بس تشوفوا الاول محل قمر اهو. انا طلعت مخصوص من هناك عشان اشوف فعلا المحل مفتوح ولا مقفول، وفعلا لقيته مقفول ومفيش فيه اي حد، والناس اللي بتروح بترجع تاني. وقابلت كذا حد بقى قريب منها وكلهم اكدوا لي ان هي قافله عشان في بلاغات اتقدمت ضدها وهي مختفيه عشان كده. وكمان موضوع الدكتوره اللي اشترت من عندها حاجات وعملت عليها تحاليل برضو ونازل عليها فيديو، مش عارفه على اليوتيوب ولا على التيك توك مش عارفه، بس المهم ان هو نازل فيديو بيحذره من منتجات قمر. مش منتجات قمر بس، انتوا المفروض يعني محدش بيروح يشتري من قمر غصب عنه، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. على فكرة الشباشب دي ب 100 جنيه، وزي ما انتوا شايفين كده براند. انت بتروحي تشتري، انت فيكي عين وعندك مخ، بتعرفي تفكري وبتعرفي تميزي ايه الحلو وايه الوحش، تمام، وعندك وسائل كتير تبين لك اذا كانت الحاجه دي تمام ولا مش تمام. بالنسبه بقى ان احنا بنشتري من المحلات عندنا منتجات رخيصه واي حاجه بتأدي الغرض وبتمشي عادي مع بشرتنا والدنيا بتبقى ماشيه وما فيش اي مشاكل، هو ده فعلا كلنا كده. بس اللي بينزلوا الوكاله بينزلوا عشان البراندات. دي فرشه فيكتوريا وكان عندها اي حاجه ب 10 جنيه، وهي ما كانتش موجودة، وكان في قلق برضو، ما كانش حد عايز يصور ولا كان حد عايزنا نصور عنده عشان خايفين من القلق اللي حاصل، عشان تبقوا عارفين يعني برضو التصوير كان قليل عشان الناس خايفة شوية. دي فرشة أم عمرو بتاعت السواريهات، ودي قدام الشارع اللي على نصيته زكي السماك، تمام. كنت صورت في الأتيليه بتاعها في البراجيل، وكمان معايا رقم تليفونها للي عاوز يتواصل معاها. عندها فستان الزفاف ب 500 جنيه، والسواريهات من اول 50 جنيه لحد 200 جنيه، وكمان عندها الخطوبة ب 250 جنيه. زي ما قلت لكم كده، انتوا عندكم وسائل كتير تقدروا تتأكدوا من اللي انتوا هتشتروه. ما تشتروش حاجة وانتوا ما تعرفوش اذا كانت كويسه ولا وحشه. كلنا بنروح نجيب الحاجات الرخيصه ونستعملها، وبشرتنا عمرها ما قالت انا تعبت. يا جماعه يعني امهاتنا كانوا بيغسلوا وشهم بصابونه وكانت بشرتهم جميله وما كانش فيها اي مشاكل، وعمرهم ما اشتكوا من اي مشاكل ولا تصبغات ولا بقع ولا مش عارفه عايزه مقشر ولا عايزه ولا كل الكلام الفارغ ده. يعني احنا ممكن نعيش من غيره عادي.
بس لو انت فعلا الموضوع دوت بالنسبه لك مهم، يبقى تتاكدي من المصدر وتتاكدي ان الحاجه اللي انت تشتريها دي سليمه، لانك هتدفعي فيها فلوس. وطبعا اللي راح اشترى من قمر محدش ضربه على ايده عشان يروح يشتري منها. اه سمع كلام كتير ان هي او هي قالت ان انا عندي براندات وان انا عندي حاجات ما حصلتش، اوكي ماشي، بس انت برضو انا شفت ناس راحت تشتري من عندها، بصت على الحاجه ومشيت، قالت لا دي حاجات مش اصليه وما رضتش تشتري من عندها. ده اللي حصل مع قمر. قمر كانت موقفه السوق النهارده كله، مفيش حد اشتغل، الناس ابتدت تفرش بعد الظهر. وطبعا مش بتفرش ده، يعني بتحط شوية حاجات كده بسيطة، عينات، خايفة برضو ان يحصل قلق في اي لحظة، فما كانش فيه شغل قوي. ده بالنسبة لبره ناحية يعني الشارع اللي احنا بندخله من ناحية الكورنيش، لكن في الشوارع الصغيرة كان الكل شغال والكل فارش شغله وتمام، بس برضو كانوا قلقانين من التصوير عشان المشاكل. يعني كله خاف من التصوير وكله قال ان احنا السبب واحنا اللي عملنا كده واحنا اللي خلينا قمر تعمل كده واحنا اللي جبنا لها الناس دي كلها. يعني كانت الليلة كلها صبت في حجرنا احنا واحنا السبب في كل ده. بس والله يعني انا عن نفسي انا بقول اللي يرضيني قدام ربنا ويرضي ضميري، ان انا ما بقى يعني مش عايزة حد يتأذي ومش عايزة حد يدعي عليا، دي اهم حاجة. ولما صورت لكم عندها قلت لكم اتأكدوا قبل ما تشتروا، وفي كذا وسيلة تقدروا تتأكدوا منها. ولو انت مجربة الحاجة دي وعارفاها، مجرد ما هتفتحي وتشمي او تحسي بالملمس هتعرفي اذا كانت اصلية ولا مش اصلية. بس لكن ما اقدرش اقطع رزق حد ولا اقول دي حلو ولا ده وحش ولا اوعوا تجيبوا منها ولا كل الكلام ده لان ده رزق ما اقدرش ان انا اتدخل فيه واقطعه. وانا عارفة ان كل اللي بينزل الوكالة بينزل عشان يجيب الحاجات الغالية قوي بسعر معقول، انا عارفه كده كويس جدا. فعشان كده بدور لكم على الحاجه الاصليه واقول لكم ده كويس وده اصلي. البرفان اللي انا كشفت عنه عند هدير والله بجد والله كان اصلي، وانا اتبسطت لما لقيت العلبه متبرشمه وفيها السيريال نمبر فكشفت عنها والله لقيته اصلي. وانتوا كمان اتاكدوا قبل ما تشتروا. بس كده بقى احنا خلاص الجوله بتاعتنا دي خلصت، هكمل لكم السوق بقى في الجوله اللي جايه. لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناة. باي باي، انا عارفة ان انا دوشتكم.